في ظل تواصل انتفاضة الأقصى وتعدد العمليات الاستشهادية، هددت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدن وقرى الفدائيين بعقاب جماعي. لم تلقي إسرائيل بالاً لمبادرة السلام التي طرحتها القمة العربية في بيروت في أواخر مارس عام 2002، فأعلن رئيس وزرائها أرييل شارون إطلاق عملية الدرع الواقي لاحتلال مدن السلطة الفلسطينية. حشدت إسرائيل 30,000 جندي لحربها الانتقامية، وبدأت بتشديد الحصار حول مقر الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات، واتجهت إلى تفجير بيوت الفدائيين في طول كرم، واجتاحت مدن بيت لحم ونابلس، ثم جاء الدور على جنين. كان لمخيم جنين وضع خاص لدى قوات الاحتلال، فمنه خرجت غالبية أبطال العمليات الاستشهادية الأخيرة، ويحميه جهاز أمني خاص من الفدائيين والمتطوعين. لذلك بحثت إسرائيل عن انتصار رادع في جنين بأي ثمن. وقام أبطال المقاومة بتفخيخ المنازل القديمة وزرعوا الألغام لاصطياد الدبابات. وبعد قصف جوي ومدفعي عنيف، دخلت الجرافات الإسرائيلية إلى المخيم لهدم البيوت وإفساح الطريق أمام الدبابات. صمد أبطال جنين في المواجهة، وفاجأوا الاحتلال بحرب شوارع احترافية سقط فيها العشرات من جنوده. فقرر قادة الهجوم في 11 من إبريل عام 2002 إبادة المخيم بالأسلحة الثقيلة والتغطية على أنباء خسائره البشرية. وعلى مساحة أقل من كيلومتر مربع ضرب أبطال جنين أروع الأمثلة في الصمود والمقاومة دون أن يمنحوا الاحتلال فرصة تحقيق أهدافه بإنهاء الانتفاضة الفلسطينية الثانية. ومن حيث لا تحتسب، أرادت إسرائيل أن تجعل من جنين عبرة وفزاعة، فصارت أيقونة للمقاومة، حيث زرع الفلسطينيون الزهور على قبور شهداء جنين وخلدوا ذكراهم بالأناشيد الحماسية حتى اليوم. وفي 8 فبراير عام 2005 توقفت انتفاضة الأقصى بعد اتفاق هدنة وقعه الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي شارون في مدينة شرم الشيخ، بعد أن قتل جنود الاحتلال أكثر من 4,000 مواطن فلسطيني. شلالات الدم وبيوت هدم، شلالات الدم وبيوت هدم. بشموخك أنت صفعت رقاب المهزومين، والمنتظرين بيأس عود صلاح الدين. بشموخك أنت صفعت رقاب المهزومين، والمنتظرين بيأس عود صلاح الدين. كنت الأسطورة